أزيد من 16,000 كتاب يتم بيعها بأسعار رمزية داخل الكشك الرئيسي بمدينة أطار للعام الدراسي الجديد. إقبال من قبل ذوي التلاميذ على اقتناء كتب المرحلتين القاعدية والإعدادية. كانت شركته بالتركيز سنة رابعة. شاكر الدولة على هذا توفير هذا الكتب بسعر لائق. نشريت كتابين ب400 تربية المدنية تربية الإسلامي جزاهم الله خيرا، هاي خدمة زينة عندنا. شو متوفر معروف بلده مهم، حتى احنا الأسبوع نزل نقدمنا قاع نروح مكتبة من المكتب. ما بقات مكتبة ما جينا هذا خاصة ولا ما هي خاصة، ما وقدمنا قاع نروح كتاب واحد. بعدين نروح عند واحد يقول لنا الفوقية، واحد يقول لنا 15,100. لا ما رينا، بارك ريناهم الحمد لله هذا المبلغ اللي قلت لك. وأربع كتب قاعدين، واحدة انقطع ما ريتها، ما عندهم ما تجاهم. قال بعد ريت أعطيت عنهم 800 وقية. جات اليوم لود الكتب الخو والحمد لله اللي ريته. بعد ياسر من السلوى، استديت عليها ناس جزاهم الله خير، باعوا من أمي هويني. بس ما كنت متخيلته. الله يجزاهم الله خير. ويؤكد القائمون على الكشك أنهم اتخذوا التدابير التنظيمية من أجل إعطاء الكتاب للمستهدفين. جميع الكتب المتوفرة من المرحلة الأساسية التعليم الأساسي إلى التعليم الإعدادي هذه متوفرة بجميع الأحجام، وأسعارها مدة أسعار زهيدة، أسعار رخيصة. التعليم الأساسي كتاب 20 وقية جديدة، والإعدادي 30، والثانوي 40. جميع الأحجام بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية كتب كاملة متوفرة. حالا نستلم من هون الدور 16,000، ما يزيد على 16,000 من الكتب لا طبعة جديدة. الإجراءات لا بد يجيب لنا شيء من المدارس يعدد جرد أسماء تلاميذه، يجيب لنا لائحة بهم كاملين وموقعها الحاكم، حد على أساس لا نعطوه. بالنسبة لحد ما مدارس حرة والناس ما يقال لك الإجراء لا بد لها من تاغط من عند المدرسة إياك تسحب عليه، هذا كامل خوفا من الناس، خوفا من ينزل الكتب للأسواق إياك يعودوا تخلق فيه مضاربة. احنا قابلين جميع الإجراءات احتياطا لهذا، خايفين لا من المسألة. شو الناس يعجل عنه، ما هو شاك لين تجي واحد يقول لك انا تاغط، نقول لا بد ان نردوه، ياك يجيب لنا تاغط من عند الاعداد من عند مدير المدرسه، لان ذا التلميذ اللي هو يقرا عنده في المدرسه. هذا هو النقض، هذه الاجراءات المتاخذين. توفير الكتاب المدرسي باسعار رمزيه ياتي في اطار الجهود المقام بها لتحسين مدخلات العمليه التربويه في ظل ارساء معالم المدرسه الجمهوريه. الفاغ بالشيباني، قناه الموريتانيه، مدينه اطار.